طبعا نحن الآن في شارع العدوي، الشارع الرئيسي في منطقة العدوي. حدث انفجار لعبوة ناسفة كانت موضوعة تحت سيارة مركونة منذ مدة طويلة. طبعا الانفجار ناتج عن تفجير هذه العبوة عن بعد. الإرهابي وضع هذه العبوة تحت هذه السيارة ومن ثم قام بتفجيرها، استغل طبعا موقع السيارة الذي هو على الشارع الرئيسي لمنطقة العدوي. نتج عن هذا الانفجار أضرار مادية في محيط المنطقة وإصابة طفيفة لأحد المواطنين الذي كان في محيط موقع التفجير، وأضرار مادية بالمنازل التي هي تحيط بموقع الانفجار. كما نشاهد هي الأضرار التي نتجت عن انفجار هذه العبوة. أيضا الانفجار يعني هو في ذروة الازدحام المروري وذروة الحركة بالنسبة للمدنيين، إن كان أتحدث عن الخروج من الوظائف وأيضا محيط المنطقة التي هي باعتبار أنها شارع يعني أو منطقة تشهد ازدحام بطبيعة الأحوال في هذه الساعة. كما قلت بالضبط بأن الإرهابي وضع العبوة تحت هذه السيارة التي هي مركونة منذ فترة طويلة على الشارع الرئيسي لمنطقة العدوي. استغل طبعا يعني موقع هذه السيارة وقام بوضع العبوة تحت السيارة وقام بتفجير هذه العبوة. أكرر بأن هناك إصابة، يعني حسب المعلومات بأن إصابة ليست خطيرة لأحد المدنيين الذين كانوا في محيط موقع التفجير، وأيضا أضرار في محيط موقع التفجير إن كان بالسيارات المركونة أو إن كان بالمنازل التي هي بجانب موقع التفجير. يلا
طبعا اتخذت كل الإجراءات الأمنية المتعلقة بالبحث الجنائي أو فيما يتعلق بالبحث عن الأدلة أو المعلومات، وأيضا كان هناك طوق أمني من قبل الجهات المختصة يعني سلامة المدنيين في محيط المنطقة أو لتوخي الحذر فيما يتعلق بإمكانية وجود أي شيء آخر متفجر، لكن تم تأمين المنطقة بالكامل. طبعا هذه الحادثة أو هذا العمل الإرهابي كان يراد منه إحداث أولا يعني إصابات في المدنيين، القيام بالاعتداء على المدنيين المحيطين بالمنطقة المارة، وأيضا القيام بتحديدا خلخلة أمنية فيما يتعلق بالعاصمة دمشق. الحمد لله لم ينجح هذا الإرهابي أو هذا المخطط الإرهابي بما يريده فيما يتعلق بالقيام بإحداث إصابات بالمدنيين أو ما شابه ذلك. الحمد لله لم يكن هناك ضحايا. طبعا سبق هذا التفجير منذ أيام، كان هناك أيضا محاولة من قبل عناصر إرهابية لوضع عبوة عند المتحلق الجنوبي. كان هناك نجاح كبير بالنسبة للأجهزة الأمنية في عملية الرصد لهذه المحاولة بإحداث تفجير عند المتحلق الجنوبي. تم التعامل مع هذا الإرهابي، تم التعامل مع العبوة في منطقة المتحلق الجنوبي. طبعا هذا ما حدث منذ أيام، والآن نشهد أيضا محاولة من قبل هذه المجموعات الإرهابية لإحداث تفجير في منطقة العدوي.